الآن وهو محافظ صعدة. سيد مناع، تابعت معنا هذا التقرير، إلى أين وصلت جهود الوساطة بين أهل السنة والحوثيين في محافظة صعدة؟ لقد وصلنا إلى النقاط الأخيرة، ونأمل إن شاء الله في خلال غدا أو بعد غد إنهاء ذلك الخلاف، ولن يبقى سوى نقطة. نحن يعني رأينا إنهاء التمترس من حيث التواجد في البيوت والطرق وكذلك الجبال، وطرحنا ورأينا طرح يعني عساكر من الجيش في المنطقة المحايدة للفصل ما بين المتحاربين، بحيث لا تكون لا من هذا ولا من هذا، ونزول الجميع وإنهاء التمترس من قبل الجميع. وباقي نقاط بسيطة نحن في خلالها إلى هذه اللحظة لمحاولة إنهاء نهائي لذلك الخلاف، والموضوع طيب. والمشكلة لا تحت يعني مش بالحجم التي يروجها الإعلام. طيب، ماذا عن الأوضاع المعيشية في الدماج؟ هل وصلت إلى مرحلة خطيرة؟ إلى الآن لم تصل إلى مرحلة خطيرة. صحيح أنه يوجد في ما بين الطرفين حصار، كل طرف يحاول محاصرة الآخر، ولكن ما زالت الأمور طيبة ونحن في طريقنا لإنهائها. طيب سيد فارس، يعني أنت منتخب ومعين من قبل السكان المحليين في محافظة صعدة بعد فقدان الرئيس علي عبد الله صالح سيطرته على محافظة صعدة. أسألك هنا، ألا ترى أن النزاع بين أهل السنة والحوثيين يؤثر سلبا على قضيتهم المصيرية أو المشتركة لنقل، ألا وهي إسقاط نظام الرئيس صالح؟ طبعا كل نزاع مهما كان يؤثر سلبا على الجميع، هذا لا شك فيه، ولكن نحن في مواصلة، والحمد لله لقد تدخلت لجنة الوساطة ودعينا من خولان بن عامر وهمدان بن زيد جميعا، ومستمرة في العمل، والأمل كبير جدا في إنهاء الوضع إن شاء الله في خلال غدا أو بعد. نعم، السيد فارس مناع محافظة صعدة معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى ضيفي في القاهرة.